السيمي فاينال، بعد كده فاينال ياخدوا الاول، تنزل بقى اي بي سي. احنا ان شاء الله عندنا باريس 24 ان شاء الله. في طموح اكتر من كده؟ انا عارف ان انتوا بتحضروا لبطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله في بطوله العالم الصالات، ايوه، في 1/2 اللي جاي دوت، هتبقى في المركز الاولمبي وربنا ييسرها كده. اللي هي الروينج رو اللي بتاعت انت معاه في ان شاء الله. طب ان شاء الله باذن الله نسجل معاكم برضو، تكونوا راجعين بحاجه جامده جدا، وان شاء الله نسجل معاكم ان شاء الله. انا سعيد جدا ان انا قاعد معاكم، وحاسس ان انتوا عاملين عمل كبير جدا جدا، صعب على ناس كتير قوي يعني. يعني بجد شكرا ليكم، ويا رب دايما بالتوفيق. وانا انا نور في ظهركم باي حاجه انتوا عايزينها معايا، والله العظيم اي حاجه عايزينها انا معاكم. شكرا، مبروك على كل حاجه عملتوها، وان شاء الله باذن الله هتبقى مبروك على كل حاجه جايه. وشكرا ليكي، انا شكرت خلاص كابتن علي، ما فيك كفايه. شكرا. وهو يستاهل اكتر بكده بكتير، بس انت ليكي شكر خاص، انت عظيمه وكتر خيرك، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ونسجل معاكي في حاجات اكبر واكبر واكبر ان شاء الله باذن الله.